السلام عليكم. تطبيق ايجو هاتقاه يا مال الشحن. عبد الاله كيف حالك؟ يا مرحبا، والله بخير. الله يجعل. اول شيء كيف عرفت اني غازي؟ والله من المكالمه الثانيه شفت اخوي و اتفكر يقول غازي ولا لا غازي. الحمد لله والله اني تشرفت اني شفتك يا بعد راس. الشرف لي الشرف لي طال عمرك. عبد الاله، وش اللي خلاك تحب هذا التطبيق او تشترك في هذا التطبيق عن غيره؟ صراحه والله مو مطلوب مني هالكلام ولا هو موجود في المحتوى، بس بسال من باب الفضول. اسلم. صراحه اول شيء عمولتهم قليله. ايش اسمه التطبيق؟ يقبل موديلات قديمه من 2011 اتوقع او 2010. مظبوط. نعم. هذه حلوه الميزه دي، في ناس ما محل سيارات قديمه صراحه. نعم والله. انفتحت لناس واجد باب رزق. الله يزيدك. مصدر دخل ثاني. الله يزيدك. الله. اللي متابعني من زمان يدري اني ما اعلل تطبيقات توصيل ومشاوير واجد، بسبب ان البعض الله يهديه لما يتفاوض معك على الاعلان يقول لك متى بتعلن، حدد لي الموقع عشان نرسل لك سياره، نخاف يتاخر عليك شيء. انا ما احب زي كذا، انا احب تعاملني زي الناس اللي تطلب من التطبيق، لاني انا بعلن وبيستخدم التطبيق الاف الالاف، فليش اظلم الناس؟ والله من أسباب إعلاني لتطبيق إيجو إنهم ما قالوا لي لا رح في سيارة ولا شيء، بس أنا بنفسي طلبت عبد الإله وعلى طول وصلني خلال تقريبا 10 دقائق، وركبت معاه في السيارة واطلعت بنفسي وقلت بعدها أبدأ الإعلان. وش اللي خلينا نستخدم إغازي تطبيق إيجو مع أن تطبيقات المشاوير كثيرة في السوق وكلهم فيهم الخير والبركة؟ تطبيق إيجو هالفترة مسوي أشياء جميلة جدا. تطبيق إيجو أول شيء سعودي 100%. تطبيق إيجو يعتبر من أرخص التطبيقات اللي قاعدة توصل مشاوير. يا جماعة عن تجربتي، أنا جربت الآن، دقيت على عبد الإله طلبته مع أن البيت قريب من الصواط للبيت قريب، وطلبت تطبيق ثاني، والله في فرق في السعر. من ضمن المميزات الحلوة في تطبيق إيجو بإمكانك تطلب تطبيق إيجو في أي مكان، يعني تقريبا مغطين كل الأماكن. الشيء الأجمل وانت راكب في السيارة رايح مشوارك مع تطبيق إيجو، سو مشاركة للرحلة لأحد الأصدقاء. بمجرد أن صديقك يحمل التطبيق ويركب أول مشوار مع تطبيق إيجو، أنت على طول راح يضاف لك 20 ريال في المحفظة تستخدمها متى ما حبيت. من ضمن المميزات في تطبيق إيجو اللي خصوني فيها، الله يجعلني عند حسن ظنهم وما يقصرون، قالوا يا غازي هالميزة خاصة فيك، كود الخصم اللي على الشاشة. جماعة الخير، أول ما ترفع الشاشة وتحمل التطبيق، ادخل على خانة الملف التعريفي عندك، ادخل على خانة الجوائز، سجل كود الخصم، راح يضاف مباشرة في محفظتك 20 ريال. استخدمها في مشاويرك وانبسط وقض لوازمك. وش اللي خلينا نستخدم إغازي تطبيق إيجو مع أن تطبيقات المشاوير كثيرة في السوق وكلهم فيهم الخير والبركة؟ تطبيق إيجو هالفترة مسوي أشياء جميلة جدا. تطبيق إيجو أول شيء سعودي 100%. تطبيق إيجو يعتبر من أرخص التطبيقات اللي قاعدة توصل مشاوير. يا جماعة بعلمكم ميزة صراحة، أنا أخذت فترة عاني منها، أحيانا لما أروح بدون سيارة بقضي لوازمي، أبا أكون شغال على جوالي ما أبغى أسوق، أروح مع تطبيق تحصل ناس الله يهديهم من باب الفضول، يعني يسألك من وين جاي وين رايح وش عندك وكم، ما باقي إلا يقول كم متزوج عندك فلوس. فتطبيق إيجو سوى حاجة مرة حلوة، الرحلة الصامتة. هذا شيء انت تختاره انت بنفسك، انت مشغول ما تبغى تكلم احد، اضغط على لما تطلب السائق، اضغط على الرحلة الصامتة، تركب بس تقول سلام عليكم ويقول عليكم السلام، ولا يهرجك ولا تهرجي، تخلص شغلك ولا كأنك تمشي لحالك في السيارة. ميزة مرة حلوة. اذا دخلت على الملف التعريفي ورحت لخانة الجوائز وسجلت الكود، ضغطت اكيد تم الإضافة بنجاح، أرسل يا مال الشحم هالكود لأصدقائك. بمجرد أن صاحبك يستخدم التطبيق ويروح أول مشوار، على طول راح تضاف لك 20 ريال، غير 20 اللي أضيفت لك في المحفظة بعد ما استخدمت الكود. مرة صراحة الميزة هذه جميلة. إخواني الغالين وخواتي الغاليات، اللي حاب يسجل فيها التطبيق ويصير يوصل مشاوير، ترى التطبيق مرة ميزته حلوة، يقبل موديلات قديمة، والتطبيق يا جماعة الخير ياخذ العمولة بسيطة جدا 18%،
يعني لو وصلت في اليوم بمئة ريال بياخذون منك 18 ريال، الباقي صحة راسك، ففرصة ما تنتفوت. ولا أحد يبذل الأسباب ويسعى في رزقه. أي والله يا جماعة الخير، والله أني أعرف شخص في أحد التطبيقات بدون ما نذكر اسم، والله بعد الله عز وجل تغير قدره تماما، يعني كان يبحث عن المال يوصل ويا حياته تشوف الطريق. والله أنه ركب معاه رجال انبسط من سوالفه أعجب فيه، والله أنه وظفه وظيفة طيبة بالحيل بالحيل. فسبحان الله، بدل ما هو كان يبحث عن المال صار الآن هو يعطي الناس المال، أعرفه تماما. الله يرزقكم من واسع فضله. شكرا، وأعتذر على الإطالة.